السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسأل الله يا رب يكون الجميع في خير وفي نعمة وفضل ونعمة من الله سبحانه وتعالى. اللهم آمين يا رب العالمين. أخوانا الله يبارك فيكم، عايز أتكلم في نصيحة كده أو نصيحتين بخصوص الحاجز الملكي في موسم الفيض في التوقيت الحالي. تمام، طبعا الله يبارك في الجميع. بالنسبة للحاجز الملكي، أتمنى الإخوان تركز معايا في الكلام اللي أنا أتكلمه. لو الموسم اللي عندك موسم غباري، يعني فيه حبوب لقاح في المرأة عندك، لازم تحط الحاجز الملكي. لو عاوز تطلع عسل وتفرز عسل، تمام، طبعا بعد وجود مرعى ممتاز، ده شيء اساسي. المرعى الممتاز ده من عند الله سبحانه وتعالى، تمام، وربما بقى من بسبب ظروف مناخ او الطبيعة او كده، ولكن اتكلم لو مرعى كويس لازم تركب حاجز ملكي. تمام، على سبيل المثال مثلا زي موسم البرسيم في مصر، نسأل الله يا رب التيسير، ولو ان شوية الامور نقدر نقول فيها مشاكل بسبب درجات الحرارة منخفضة، وبالتالي نقدر نقول البرسيم ما بيفرزش رحيق الا عند درجات حرارة مرتفعة، ولكن نسأل الله يا رب التوفيق. الامر الاخر، حبة البركة عند الاخوان في سوريا وبعض الاماكن، تمام، ده لابد يركب حاجز ملكي بالخصوص، سواء خلية 9 براويز أو سواء خلية بعاسلات، لازم تركب حاجز ملكي. لأن لو مركبتش حاجز ملكي، النحلة هيعمل بنشاط وبقوة، في الملكة طبعا هتعمل بنشاط وبقوة في وضع الحضنة والبيض، وبالتالي هيكون الرحيق اللي جاي كله بيتم استنفاذه. ده طبعا بالنسبة للمواسم اللي نقدر نقول مواسم فيها حبوب لقاح. تمام، في مواسم أخرى زي السدر، ربما يكون بدأ في بعض البلدان وهيبدأ لسه في بعض البلدان أخرى، أتوقع مثلا في شمال أفريقيا زي الجزائر. السدر الله يبارك في الجميع، لو السدر فقط اللي موجود أو المرعى اللي موجود سدر فقط، مش في احتياج تركب حاجز ملكي. أتمنى نخلي بالنا من الكلام ده، أنت ما أنتش في احتياج تركب حاجز ملكي في السدر، لأن السدر أصلا بيحتوي على رحيق نقدر نقول بنسبة 99%، انت ما انتش محتاج تركب. الملكة مباشرة هتقلل من وضع البيض لأقل وتيرة، ومن ثم النحل لو موسم السدر كويس هيجمع فقط رحيق. تمام، ولكن فيه ملحوظة لابد الإشارة ليها. لو انت موجود مرعى سدر، والمرعى السدر دوت جنبه بعض النباتات الأخرى اللي فيها حبوب لقاح، هنا الوضع يختلف. تمام، طبعا ربما يكون السدر اللي موجود في التوقيت الحالي في بعض البلدان مثلا زي ليبيا او زي شمال افريقيا في بعض البلدان، ده نقدر نقول برضو كذلك موجود في اليمن وبعض الاماكن في المملكة العربية السعودية، ولكن نقدر نقول موسم قصير. موسم السدر الحالي موسم قصير. في موسم سدر اخر نقدر نقول اللي هو بيكون موسم يستمر تقريبا لمدة شهر، ده بيكون تقريبا في شهر سبتمبر او اكتوبر اللي هو شهر 9 و10. تمام، ده بيكون موسم نقدر نقول عامة في الخليج، الموسم السدر ده بيكون موسم تقريبا بيجلس حوالي 25 يوم 30 يوم. طبعا زي ما احنا قلنا موسم السدر ممكن يجي في بعض الاماكن سواء في الخليج او حتى في بلدان مثلا زي ليبيا وشمال افريقيا او بعض البلدان اللي فيها السدر، او حتى مصر ممكن يجي سدر فقط، المنطقة أو المكان المرعى فيه سدر فقط، ده مش محتاج تركب حاجز ملكي، لأن زي ما احنا قلنا الملكة تقلل من وضع البيض لأقل وتيرة. ولكن لو فيه بعض النباتات الأخرى موجودة مع السدر، والنباتات ديت النحل بيجيب منها حبوب لقاح، بالخصوص لو كميات في المتوسط أو أعلى من المتوسط، هنا لازم النحال يركب حاجز ملكي، لأن نقدر نقول إن الملكة هتعمل بقوة بيض كبيرة. تمام، طب مين اللي يقدر يقرر الكلام ده؟ الاخ النحال اللي بيستمع ليه، هو اللي يقدر يقرر ان كان يركب حاجز ملكي في الصدر عنده بناء على المعطيات اللي انا تحدثت فيها، او ما يركز او ما يركبش حاجز ملكي. تمام، الله يبارك في عمركم، وربما يكون موسم الشوكيات قريبا ان شاء الله. تمام، نقدر نقول برضو النحال بيقرر. تمام، نقدر نقول برضو في مواسم ربيعية، أو موجودة بعض المواسم الربيعية موجودة كذلك في الوطن العربي، مواسم أخرى مواسم نقدر نقول برضو أعشاب في بعض الأماكن الصحراوية،
اللي انا اقصده في الكلام، الله يبارك في الاخوان جميعا، وهو ان النحال هو اللي بيقرر تركب حاجز ملكي. لو عندك مصدر حبوب اللقاح جاي بقوة لازم تركب حاجز ملكي، جاي حبوب لقاح بقلة او ضعيف او شحيح، وفي المقابل الرحيق جاي رحيق غزير بكميات كبيرة، لا هنا انت كرجل نحال نقدر نقول تتوقف تتوقف وما تركبش حاجز ملكي، لان الملكة هتقلل مباشرة منها لنفسها في وتيرة وضع البيض. تمام. طيب بالنسبة للحاجز الملكي نركبه عند الخلية السبعة 8 براويز او العشر براويز. تمام. نعم ركب، لو جاء عندك مرعى فيه حبوب لقاح ركب حاجز ملكي. تمام. على بروازين حط فيهم الملكة، وباقي الخلية سواء 7 براويز او 8 براويز باقيين في الخلية نقدر نقول ان النحل يجمع لك فيهم كمية من الرحيق تقدر تستفيد منها. تمام. طب بالنسبة للاخوان اللي عندهم خلايا طابقين سواء خلية وعاسلة او خلية وعاسلتين، تمام، ده بيركب طبعا حاجز ملكي ما بين الطابق الاول اللي هو التربية والطابق الثاني اللي هو العسل. تمام. الملكة طبعا موجودة في الطابق الاول اللي هو طابق التربية، ومن ثم العسلة النحل نقدر نقول بيخزن فيها كميات كبيرة من الحضرة. تمام. حتى يكون العلم عند الاخوان، واحنا اكيد شرحنا الكلام دوت في الفيديوهات اللي كانت موجودة على القناة تربية النحل. لو حد يقدر مثلا حابب يرجع للمعلومات دي، لو ما استمعش لا يقدر يرجع ليها ويستمع ليها، اللي هو سواء شروط رفع العاسلة او تركيب الحاجز الملكي، اتكلمنا على الموضوع ده. تمام. امر الاخر الله يبارك في الجميع، وهو مصيدة حبوب اللقاح. تمام. مصيدة حبوب اللقاح، هل مصيدة حبوب اللقاح لو انا في موسم نقدر نقول مثلا زي موسم البرسيم او موسم مثلا حبة البرقة او المواسم اللي هي فيها رحيق وحبوب لقاح، المصيدة تأثر على جمع النحل للرحيق او جمع النحل للعسل؟ لا ما تأثرش، مصيدة حبوب اللقاح ما تأثرش. تمام. بل بالعكس، ان هي هتبقى فايدة للنحال بسبب ان الملكة هتقلل من وضع البيض بسبب ان حبوب اللقاح المصيدة هتوقفها في الخارج، او المصيدة هتصطاد كمية كبيرة منها. تمام. واللي هيكون مدخول او اللي هيخش وارد داخل الخلية من حبوب اللقاح هيكون كمية بسيطة. تمام. وبالتالي النحال هيستفيد في موضوع العسل. طب ايه اللي ممكن يحدث في الموضوع دوت؟ ممكن يحدث امور عادية او امور تقليدية، اللي هو ممكن بسبب ازدحام النحل بالخصوص الخلايا اللي فيها جيش قوي. تمام. نقدر نقول مثلا ما شاء الله تبارك الله اخ من النحالين مثلا مجايش خلية 20 برواز 30 برواز، قوة بقى النحل السارح ده وهو داخل من عند المصيدة، يحدث هنا في الحالة دي ازدحام على باب الخليج. تمام. انما ما يأثرش على جمع العسل. نتمنى يكون الكلام واضح، احنا بنحاول نوضح بعض الملحوظات في فيديوهات نقدر نقول بسيطة او فيديوهات قصيرة، بناء على اقتراح اتوقع من اخ علي، ما كنتش انا مخطئ، من المتابعين معانا قال عاوزين فيديوهات قصيرة. تاني شيء برضو احنا لسه للأسف يعني ربما يكون ما فيش متابعين معانا في القناة دلوقتي، فبنحاول برضو نعمل فيديوهات قصيرة، على الرغم ان انا كنت عاوز اتكلم على نصائح او ارشادات لمنتصف شهر مايو او الشهر الخامس اللي احنا فيه، ولكن ان شاء الله يعني ممكن يومين ثلاثة نتحدث فيها بس على ما نشوف المتابعين اللي كانوا معانا بإذن الرحمن في قناة تربية النحل يتضم منهم عدد كبير معانا، او لو ربنا اراد وعرفنا نسترجع القناة مرة اخرى ننزل فيها الفيديو ده. فالله يبارك فيكم، حبينا نتكلم في الملحوظتين دولت، اللي هي الملحوظة الأولى حاجز الملكي في الفيض سواء فيه حبوب لقاح أو ما فيهوش حبوب لقاح وحبوب لقاح ضعيف. كذلك تكلمنا على موضوع المصيدة. تمام. هيجي أخ من الإخوان اللي بيسأل طب المصيدة لو ركبناها في موسم مثلا فيض زي موسم البرسيم أو موسم من المواسم الأخرى حبة البركة أو مواسم مثلا فيها مرعى حبوب لقاح، هنركبها قد ايه ونشيلها قد ايه؟ هنا حته ان انا اركب المصيده بتاع حبوب اللقاح كام قد ايه او فتره قد ايه واشيلها قد ايه، تتوقف، خلي بالك جميع من الكلام ده، تتوقف على المرعى عندك ايه. مرعى حبوب اللقاح عندك لو قوي، لو قوي تمام، ممكن تقسم المنحل بتاعك لدفعتين او لثلاث دفعات، بمعنى عندي 100 خليه، تمام، هركب 30 مصيدة على 30 خلية واسيب ال 60
النحل يدخل حبوب لقاح، تمام، ومن ثم اجي بعد يومين او بعد 3 ايام اغير ال30 مصيدة دولت على دفعة اخرى، ثم بعدها بيومين او 3 اغير المصايد برضو واطلع منها الفارغ، او اطلع منها مثلا اللي عبته من حبوب اللقاح واقوم حاططها في الدفعة الثالثة، تمام. اصبح ان انا ما عطلتش مصايد حبوب اللقاح، تمام، وفي نفس الوقت لفتها كمرتبة اولى على الجزء الاول اللي هو ال30 خلية، والجزء الثاني ال30 خلية، وثم الجزء الاخير ال30 خلية. يعني اقدر اقول ان انا في خلال 9 ايام او 10 ايام لفتها على ال100 خلية، مصايد حبوب اللقاح خليتها تلف على ال100 خلية، وفي نفس الوقت ريحت الخلايا برضو بمسيرة مثلا 4 5 ايام، دخلت كمية كبيرة برضو من حبوب اللقاح النحل يستفيد منها كمخزون، تمام، واستفاد منها. ده طبعا في حالة ان مرعى حبوب اللقاح ممتاز، تمام. ولكن في حالة ان مرعى حبوب اللقاح نقدر نقول او صروح النحل على حبوب اللقاح ضعيف، او نقدر نقول تحت المتوسط، تمام، في الحالة ديت ما ينفعش ان انا اجور على النحل بتركيب المصيدة ازيد من اللازم. اتمنى الانتباه للكلام ده، تمام. في نقطة لابد الاشارة ليها، وهي قبل ما تفكر تركب المصيدة حبوب اللقاح، مصيدة حبوب اللقاح للخلايا، لازم يكون على الاقل عندك برواز خبز نحل داخل الخلايا، او برواز حبوب اللقاح نقدر نقول يعني، تمام، برواز كامل النحل مخزنه. ما ينفعش يكون النحل ما عندوش مخزون داخل الخلية واقوم انا مركب المصيدة، تمام، بالخصوص لو انا عندي بروازين او 3 او 4 براويز او خلايا مثلا من طابقين فيها معدل 6 7 براويز من الحضنة المغلقة او الحضنة المفتوحة او البيض، ويكون ما فيش مخزون حبوب لقاح، هنا مشكلة. لابد يكون في مخزون خبز نحل او حبوب لقاح داخل الخلايا. طبعا بس للتعريف، حبوب اللقاح لما بتكون داخله لحد الخليه او النحله محملاها من المرعى دي اسمها حبوب لقاح، ومن ثم بعد ما النحله تخش داخل الخليه وتحطها في العيون السداسيه بيتحول اسمها لخبز نحل، بسبب ان النحل طبعا بيضيف عليها انزيمات وبعض الخمائر، فبالتالي بيكون اسمها خبز النحل. طبعا احنا بنوضح المعلومه دي عشان المبتدئ اللي بيستمع لينا، تمام، انما المحترف ما شاء الله اللي بيستمع لينا عنده العلم كله، فنسال الله يا رب يكون في خير واحنا بنتعلم منه. طبعا الله يبارك في الجميع، ما حدش يركب مصيده الا في وجود مخزون على الاقل برواز من خبز النحل داخل الخليج، تمام. الامر الاخر الله يبارك في الجميع اللي لابد الاشاره ليه وعلى عجاله، وهو التظليل. التظليل، عيد للجملة الثالثة، التظليل على الخلايا. في موسم عسل أو موسم فيض ظلل على الخلايا، تمام. في أي حاجة بتجيش نحل ظلل على الخلايا، تقسيمات ظلل على الخلايا. طب إمتى أظلل على الخلايا؟ قلنا الكلام دوت في الفيديو بتاع أعمال النحال بتاع الشهر الخامس لسنة 2023. قلنا درجة الحرارة لو جت عند النحال في المنطقة اللي موجود فيها في أي بلد عربية، سواء شمال افريقيا او بلدان الشام او البلدان الاخرى بدون ما اسمي بلدان، لان في ناس بتزعل ان انا بيقول لك انت ما ذكرتش بلدنا ليه؟ انا ما اقصدش ان انا ما ذكرتش بلد احد، بيكون نسيانا او سهو، انما اي بلد عربيه لها كل احترام وتقدير يعني، تمام. فدرجه الحراره لو جت عند الاخ في المنطقه بتاعته من 32 33 درجه في ارتفاع، لازم تنزل التظليل، تمام. تظليل ازاي؟ الله يبارك في الجميع، سواء حط بعض الاخوان لدات اللي هي التندات يعني، تمام، او عوازل، او نقدر نقول عمل مظلات حسب امكانياتك. انا ما اقدرش اقول لك اعمل ايه امكانياتك انت كنحال. هل عندك مثلا 50 خليه؟ هل عندك ما شاء الله حيازه كبيره 100 200 خليه 300 خليه؟ عندك 4 5 خلايا فقط؟ انت اللي تقدر تقرر هتعمل ايه عندك. اهم حاجة انك انت تمنع وصول اشاعة الشمس المباشرة اللي بتكون في توقيت نقدر نقول مثلا الظهر او الساعة 2 او الساعة 1 بالخصوص طبعا الخليج، تمام، انك انت تمنع اشاعة الشمس وصولها للخلايا، واصحاب الخلايا الاجباح البلدية او الخلايا الزمر لازم تظلل على خلاياك، واوعى ما تظللش على خلاياك بالخصوص لو الخلايا فيها كثافة نحلية وبنى من الشمع
هيتساقط البنية ده وهتبقى كارثة كبيرة جدا. هنتكلم على أمور والله اشتغلناها في أرض الواقع والميدان في المملكة العربية السعودية، تمام، في الخلايا الأعواد البلدية أو الخلايا الزمر، تمام. أخ الله يبارك في الجميع، أو أختنا حالة تستمع لينا عندها درجات الحرارة 30 31، لا أنت ما تظللش، احنا بنتكلم على درجة الحرارة عنده من 32 33 إلى ما فوق، هنا لازم تظلل على الخلايا بتاعتك علشان تتلاشى درجات الحرارة زي ما احنا قلنا في موسم فويض او في تجيش او في اي حاجة. قلل المجهود على النحل يا اخويا النحال او اخت النحالة اللي بتسلم عليه، ده شيء اساسي علشان نقدر نقول لو انت ما ظللتش على الخلايا هتبص تلاقي الخلية بعد ما ترتفع فيها درجات الحرارة، اولا النحل هيستهلك كمية من العسل، النحل الامر الاخر هيقوم بعملية تهوية للخلية ويستهلك مجهود او هيبذل مجهود، ومن ثم هيترك براويز الحضنة وينزل في ارضية الخلية. ارضية الخلية هتلاقي النحل فيها مش مستقر على البراويز، تمام. شوية مية او مية شراب موجودة في المنحل اساسي، نتمنى من جميع العمل على الشيء ده، تمام. ايا يكن انت عندك ايه موسم او تجييش او في ايا يكن، لازم يكون مية موجودة في المنحل، تمام، على اساس درجات حرارة مرتبطة بالمية، تمام. ملحوظات دي اتمنى ناخدها بعين الاعتبار من الجميع، لان بجد ملحوظة زي كده او اي ملحوظة من الملحوظات اللي احنا اتكلمنا فيها ربما لو احد نسي عنها او تكاسل عنها تسبب له مشاكل او اضرار لا قدر الله. نسأل الله يا رب التيسير للجميع، اللهم امين يا رب العالمين. ونتمنى طبعا من اي اخ بيتابعنا ان هو يشترك في القناة، لعلنا ان شاء الله باسرع وقت نحاول نفعل ميزة البث المباشر، تمام. ودي طبعا محتاجة مشتركين علشان طبعا ده بناء على تعليمات اليوتيوب، لعلنا ان شاء الله يكون في تواصل زي ما كنا من قبل في القناة بتاع تربية النحل في الوطن العربي للمبتدئين والمحترفين، تمام. واحنا بنحاول والله يعلم الله بقصارى جهدنا نقوم باسترجاع القناة مرة اخرى، وفي ناس ما شاء الله يعني الله يجزيهم الخير صراحة يعني مشكورين بدون ما نذكر اسماء احد منهم او ننسى اسماء احد منهم، بيقوموا بالعمل دوت او بمساعدة معانا، والله يجزيهم الخير يا رب. وطبعا الاخوان اللي هم لبوا الطلب او لبوا الدعوة من اول ما انشأنا القناة ديت امس في الاشتراكات من اول الناس، ومنهم ناس تواصلت معايا على الواتس وارسلوا لي حتى صورة الاشتراك على الرغم ان انا مش في احتياج ليها، يعني هو صادق ان الاخ، ولكن ده ندل على شيء يدل على ان بجد في ناس دايما معانا، ويعتبر انا بعتبرهم عن نفسي اصدقاء واخوة قبل اي شيء. الله ييسر الحل للجميع، ومشكورين شكرا جزيلا.